دلوقتي هنسقي المحشي بشربته. المحشي اهو انا لسه ما وطيتش، هوطي بقى. بص قدامكم شكله ايه ازاي. الف هنا وشفا، ده الف هنا وشفا. هنحط الزيت، هنحط زيت، وهنحط له زبده، بس الزبده دي اخر حاجه. ادي الزيت اهو. وهنحط بصلتين، بصلتين كبار، كبار منهم اهو، بصلتين. هنحط بصلتين وهنحمرهم يعني نص تحميرة كده مع بعضينا اهي. بصل لما اصفر شوية يعني اصفرت الحمد لله، هحط عليها طماطم اهي. البصلة دبلت دخلت على الصفار، هقوم عاملة ايه، هحط عليها طماطم وهحط الصلصة. اخر حاجة هحطها، اللي هحطها عليها التوابل كده. حط معلقتين ثلاثة صلصة كده عشان ابقى مش حمرا. ده محشي كروم اهو. كده عندي التسبيكة اتسبكت. بقوم حطها ايه بقى، انا محمرة بصلة هحطها عليها كده عشان تخلي طعم المحشي الكرنب بالذات، لازم بصلة محمرة كده تديله ريحة جميلة وحلوة. حطيت زي ما قلت لكم البصلايه. بعد كده هنعمل ايه، حبه هام مفروم، معلقه صغيره يعني، معلقه حلوه كده كبيره تخلي حلوه للمحشي الكرنب بالذات. نص الجيب معلقة صغيرة قوي شطة حسب الرغبة بس، ملح معلقة، قرفة معلقة، جبنة ماجي، خضار اللي عندك بقى اللي انت شايفاه اللي موجود عندك، خضار لحمة تعالى اللي انت بتحبيه. اتنين واديني كده خلطتي بتاعت المحشي خلصت، فضلش عليها غير اني هعمل فيها ايه، احط لها الرز والخضره. بس
اسبك لها كده، تاخد تسبيكه شويه تاني، بكت حلو ودخلت في التسبيكه كويس. هسيبها لما ترمي زيتها فوق خالص، هحط عليها الرز. اعمل ايه؟ انا مولعه على الكرنب، هسلقه قدامكم. ادي احط الرز حسب كميه الكرنب اللي عندي. انا كرنبايه حلوه، هتاخد شويه الرز دول اهو. كده وهحط عليها الخلطة، بألف هنا وشفا. هتاكل محشي كرنب ملوش حل، واحنا مع بعضينا كده واحدة واحدة بإذن الله. كده اهي خلصتها، حطيت الرز، هسيبها 5 دقايق واشيلها اهي. شربت الصلصة الخلطة اهي. دلوقتي احنا هنحط على خلطة المحشي الخضرة اهي. بص، على قد ما تقدري خضرة المحشي دي تبقى كتير، بصل كتير. البصل والخضرة بتخلي المحشي ده ليه طعم تاني وليه مذاق تاني، مش الرز اللي يبقى كتير. كتري الخضرة وكتري البصل على قد ما تقدر، هتاكلي احلى محشي ان شاء الله بإذن الله من غير ما اقطع كده، هتاكلي محشي ملوش حل. بألف هنا وشفا على قلوبكم بإذن الله. وآجي كده عملنا ايه؟ المحشي الخلطة وسلقنا الكرنب. وهنعمل ايه؟ هنقطع، هوريكم كم واحدة بتتقطع ازاي. اهو قلبنا كل الخلطة اهي، بصوا بقت شكلها جميلة ازاي. بصوا جميلة اهي، ده انا وشيها. هشيلها، اجيب الكرنب اهو والسكينة، المية غليت اهي بتاعت الكرنب. بنحب تحطها براحتها واحدة واحدة. انا بعملي تفكيها اهو وتحطيها واحدة واحدة عشان اللي لسه ما يعرفوش يعني ايه يعملوا الكرنباية كلها مرة واحدة ويبقى. انا بوريكي اهو انك انت تسلقي بسيطة، حاجة واحدة واحدة اهي، واحدة واحدة. وعندي كده وتكون جنبك مصفى تحطي فيها الكرنب. هنسلق كمية الكرنب. بصي انا هسقطه بس على فكرة، هسقطه بس واقوم مطلعه عشان ما يتهريش منك. بصي اهو، مش هقفل الفيديو عشان تعرفي قد ايه ان هو مش هياخد دقيقه معاكي اهو. هبطته كده زي ده اهي، مصفى واقوم مطلعه كده. خد حاجه منك اهو، خدش منك حاجة، يا دوبك هبت اهو. اعمل لك مرة تاني
عشان تبقي ايه عارفه وبت ايه سلق ازاي عشان ما يتكريش مني، عشان ما يتكريش مني. الناس اللي فاهمه ما شاء الله عليهم بقى هم بيعرفوا يسلقوه، انما الناس اللي لسه بتتعلم. بصي انا بحط لك ورقه ورقه اهو، ورقه ورقه اقوم دايسه عليها كده تهبط تاخدش. احنا مع بعضينا بصي في الفيديو اهو، مره واتنين دايسه عليها كده تهبط تاخدش. احنا مع بعضينا بصي في الفيديو اهو، مرة واتنين عشان تعرفي مدة قد ايه ان هو ما بياخدش وقت. اهو اهو كده واحد واحدة تاني اهي اهي ماخدش مني وقت اهو، شفتي اهي مفيش دقيقة، دقيقة واحدة وهشيلها. اهو بسم الله ما شاء الله، اديني حاجه اشيله. كنت بغسل الخضره اهو اهو اهو، خدش حاجه اهو. قولي لي بقى خد ايه معاك؟ و خدش حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله، المايه خلصت اهي. روم اهي بس كده، هقطعه كده وهمسك الورقه كده بقطعها كده، وبعد كده بتاخدي انت منها الورقه على قد ما انت عايزه، عايزه تقطعي وترصي براحتك، بس انا بعمله كده وباخد احشي على طول بصراحه عشان مفيش وقت ان انا اقعد واقطع وارص، شغلانه وانا كده اسهل لي اهي اهي. بس بمسك الورقه كده اهي زي ما اكون بفصل حته قماشه وبر ايه بسويها اهو كده، واسوي دي كده عشان تبقى ايه صباع محشي، ودي اهي كده ودي كده اهو، ودي انا بعمله كده وباخد احشي على طول بصراحه عشان مفيش وقت ان انا اقعد واقطع وارص، شغلانه وانا كده اسهل لي اهي اهي. بصي بمسك الورقه كده اهي
زي ما اكون بفصل حتة قماشة وبر ايه بسويها اهو كده، واسوي دي كده عشان تبقى ايه صباع محشي، ودي اهي كده ودي كده اهو، ودي ورقة صغيرة، وادي الورق التاني اهو، بصوا كده اهو كده كده اهو، ودي كده اهي حطها، وادي الورقة التانية كده هخلص. ادي قطعنا عروق الكروم في الحلة، حطينا حطيناها اهي، وبحشي الطبقة الخضراء الاول، واللي هو المحشي ده بحطه في اول الحلة. ان شاء الله هخلص بقيت الحلة. بصي بنحشي ازاي اهو، بصي اهو اهو، انت بعد ما تخلصي الرصه اللي تحت خالص تقومي رصاها بقى، بس انا لسه ما عملتش كميه عشان ارص، فانا بقى ايه خلص وبرمي في الحله. قلت لك باخد على قد ما انا عايزه اهي، الورقه بقطعها في ايدي زي ما انا عايزه، محشية كبيرة محشية صغيرة كل واحد اللي عايزه بيعمله، بس احنا بنحب المحشي صغير شكله حلو عامة اهو. بصي اهو اسهل من الكرنب، مفيش اسهل من ورق العنب 100 مرة. بصوا اهو، جيبي الورق الاخضر اهي، الورقة اهو، شوفوا اسهل منه مفيش اهو. خلص الكمية اللي تحت الخضرة كلها، وبعد كده بتجي في الابيض اهو. الهنا والشفا اهو، طلع الكروم. كل سنة وانتم طيبين. في ناس بتحبش الا البتنجان والفلفل، وانا عاملاها لكم برضو على القناة. ان شاء الله كل حاجة جميلة ونعمة ربنا كلها حلوة اهي. عايزة تسقيه بقى بماجي، عايزة تسقيه بشوربة مواصيل لو عندك، عايزة تسقيه بشوربة فراخ لو عندك، بقولك هيبقى طعمه تحفه، هيبقى طعمه حلو قوي بصراحه، ملوش حل يعني. على القناه ان شاء الله كل حاجه جميله ونعمه ربنا كلها حلوه اهي. عايزه تسقيه بقى بماجي، عايزه تسقيه بشوربه مواصيل لو عندك، عايزه تسقيه بشوربه فراخ لو عندك، بقولك هيبقى طعمه تحفه، هيبقى طعمه حلو قوي بصراحه، ملوش حل يعني. نعمه ربنا كلها جميله والله يا جماعه، وربنا بيحلل كل واحد زيته. لو شويه بطاطس محمره عليهم شويه ملح وكمون هيبقوا جمال في بق الجعان. فالجعان بيستطعم كل حاجة حلوة، الشبعان بقى اللي هو ما بيبقاش مستطعم حاجة عشان شبعان كل حاجة واكلها، فبالنسبة له ما فيش حاجة ليها طعم عشان هو اكل كل حاجة. انما الجعان تلاقي اللقمة بقه عسل، حتى لو بقول لك شويه بطاطس محمره، لو شويه فول مدمس، بيبقى بقه عسل. وربنا يعين الناس كلها على حملها، بيهون علينا اللي احنا فيه.
فأبسط حاجة هم شوية حلة محشي كده تعمليها لعيالك سخنة، هياكلوها وهياكلوا صوابعهم وراها بإذن الله من غير ما أقطع. وأهي مش بس مفيش أي حاجة، لا حاطة لحمة ولا حاطة حاجة، بس أكتر حاجة بتحطيها الخضرة والبصل بتفيد عيالك. أهي أبسط حاجة، حلة محشي تعمليها العيال هيغرقوا فيها إن شاء الله، وهتبقى جميلة وبالهنا والشفا على قلبك وعلى عيالك إن شاء الله. أجيكوا أهو، أنا عملت أكتر من الصف أهو، أخضر وأبيض. طولت عليكم، أوريها لكم بعد ما تخلص كفاية عليكم كده، ولا نكمل مع بعضينا؟ يا ستي اهو اديني عملت لكم حبة حلوين، عشان اللي ما بيعرفش يلف اسهل منه من لفه، ما فيش اهو. بصوا اهو اهو، ودي مش ورقة صغيرة بس هلفها اهو زي ما تطلع، تطلع لي محشية جميلة برضه اهي. اكمل بقى الحلة ونتقابل مع بعض. ادي حلة المحشي اهي، بسم الله ما شاء الله حشيناها، ودلوقتي هنعمل الشوربة بتاعتها. شوربة حطيت عليها معلقة صلصة، قرصين ماجي، وهزودها شوية واحط عليها حبة بهارات وحبة بهارات حبهان مطحون، بس شوية ملح عشان انا هزود الشوربة دي. زودتها مية، واسيبها تغلي واسقي بيها المحشي. دلوقتي هنسقي المحشي بشوربته. اهو انت المحشي اهو الكروم بيتشرب على نار عالية، لما يجي يتشرب ميته شوية هتلاقيه بيغلي من النص، تقوم مغطيه عليه ومغطيه. بصوا المحشي اهو، انا لسه ما وطيتش، هوطي بقى. بصوا قدامكم شكله ازاي، الف هنا وشفا، ده الف هنا وشفا.